صفتك وليد امر التلميذين لسه استعديت ازاي؟ هل مريت بحالات الخوف اللي بيقول عليها دكتور هو عمرو؟ حضرتك احنا عندنا حالة من الرعب، مش انا بس، انا وولادي. هو انا ازاي ههيئ ابني يخش متهيئ للمدرسة اللي هي بكرة وهو كاره المدرسة، وانا ازاي هيئه ان هو يحب المدرسة ويخش بكرة، وانا اصلا عليا ضغوط نتيجة القرارات او الحاجات اللي بنسمعها كل يوم المتخبطة والمتضاربة من اول ما ببدأ افكر ان انا ادخل ابني المدرسة. احنا اولا 3 شهور الصيف بنبدأ، قبل ما يخلص كده بشهر ابدأ اقدم لابني في المدرسة، اقع تحت ضغوطات وزي ما يكون حد كده بيمسكك يهربد فيك، من سواء بقى قرار وزارة او مدرسة. من اول ما بقدم لابني الابليكيشن واحس بضغط، ما هو خلينا متفقين لو انا مضغوطة بيتحول بشكل او باخر لولادي، فبلاقي استغلال ونوع من المافيا على ولي الامر من المدارس مثلا الخاصة الموجودة دلوقتي، من اول المغالاة في الابليكيشن والتقديم والبتاع ده. نعدي الموضوع ده، نخش ابني بقى نلاقي نوع من الفزلكة في السبلايز واللي بيوروا الولاد او اللي هي الادوات المكتبية اللي ادوات الطلبات. يعني انا بس بدفع 18000، ده حضرتك دلوقتي بيطلبوا كتب خارجيه في ورقه الطلبات دي، بيطلبوا الاقلام اللي بيكتب. طب انت بتاخد مني مثلا 18000 ولا 10000 ولا انت بتجيب ايه لابني؟ نخش بقى للاهم او الحاجات بقى اللي هي فعلا جايبه لنا حاله من الرعب. المدارس بكره وانا استعديت بشكل او باخر لابني وجبت له اليونيفورم اللي هو بقى فيه طبعا عدى ال 2000 وال 3000، وابني داخل بكره على نظامين جداد، النظام اللي هو الكي جي ونظام الثانوي اللي هنتكلم فيه، ان هو يعني عندنا هتبقى حالات كتيره جدا، ودكتور عمرو هيشوف حالات نفسيه كبيره جدا السنه دي من طلبه في سنه. رزقك يا عم. احنا دلوقتي النظام الجديد في، انا كوليه امر مدخله ابني في كي جي 1 وكي جي 2 ولسه فرحانه بابني هو داخل المدرسه واولى ابتدائي، واكتشف هيطبق عليهم السيستم الجديد. انا ابني بقى الاكتر، انا ابني تانيه ابتدائي لحد ثالثه اعدادي اللي هي الدفعه الظالمه، كل دي دفعات ظالمه. اللي قصدك مظلومه. الوزاره وعدتنا ان هي، طبعا حضرتك عارف الحشو واتكلمت حضرتك فيه انت، وقالت ان ده هيتلغي وهنخلي المناهج مواكبه او منتظمه مع الفتره الزمنيه. دخل استلمنا الكتب وصدمت انا كوليه امر بما فيش اي حاجه اتحذفت وما فيش اي حاجه. جريت بسرعه شفت طبعا المناهج وكميه الجري اللي احنا نعمله. كلمت حد في الوزاره؟ احنا بناشد على طول للوزاره، بناشد ووعدونا اكتر من مره، الاستاذ احمد خيري وعد اكتر من مره ان احنا هتشوفوا بقى السنه دي حاجه تانية خالص، تخفيف مناهج وهتلاقوا الدنيا النتيجة. كويسه. النتيجه ان انا جريت حجزت لابني ما فيش اي نوع من تخفيض المناهج، وقارنا السنه اللي فاتت بالسنه دي وجرينا بسرعه على المدرسين قلنا لهم الحقونا على دروس خصوصيه. وحضرتك انت عارف ان بعض المدرسين من الدروس الخصوصيه بيبدا يمسك ولي الامر، هو عارف انك محتاج لي ومحتاج لي جدا، فبنلاقي دلوقتي الدروس الخصوصيه عشان اجيب لابني مدرس في البيت بيعدي الحصه في الساعه 150 جنيه. طيب هخش على اللي هو في كي جي وداخل كي جي وداخل وانا فرحانه بيه وداخل بكره استلم المدارس والمدارس مستعده، استلم الكتب، لا ما استلموش الكتب. طب احنا متفائلين جدا بالنظام الجديد وكلام دكتور طارق عجبنا جدا وكنا حسينا بنظره متفائله. حصل ازمه كبيره جدا على المستوى الرفيع وقال ان النظام الجديد ده هيبقى مفيش بقى خلاص بقى حكومه وخاص، هيبقى كل واحد. دخلنا 48 ساعه اللي فاتوا قال لك لا ده المدارس اللغات عشان استجابه ليكو احنا هنعمل لها منهج جديد اسمه كونكت بلس، والمدارس اللغات الخاص كونكت بس اللي هو خاص باللغه الانجليزيه، وهنوزعه بعد شهر. طب انا ابني اللي انا فرحانه بيه ده الشهر ده هيعمل ايه؟ طيب هيدرس ايه خلال طيب قال لك المدرسه هتختار عايزه كونكت ولا كونكت بلس، طب هتختار بناء على ايه؟ طب انت عايزني حضرتك اما انا اسمع الكلام ده كله كوليه امر اعمل ايه مع اولادي؟ هبقى عصبيه جدا، هبقى بيذاكروا كل حاجه، هضطر من كتر ضغوطي اني اتعصب عليهم، الولاد عليهم ضغوط والمدرسين اصلا مش فاهمين النظام الجديد اللي هو اللي خدوه المدرسين تدريب على النظام الجديد اللي هو كي جي 1 وكي جي 2، هم مش فاهمينه. طيب انا اخش ازاي وانا كده نفسيتي هاديه وابني نفسيته انا كاي ام بجيب ابني واقول له انت في نظام جديد، انت هتدرس حاجات جديده مختلفه. فبالتالي ان الولاد بنسمع عن حالات نفسيه دلوقتي للطلبه ما كانتش موجوده قبل كده. روح لدكتور.